المبكر أو حتى موضوع المتابعة وعلاج سيداتنا بالمجان على مدى العام. نحن عندنا مراكزنا الصحية، عندنا 3 مراكز صحية اللي هي فيها جهاز أجهزة التصوير الماموغرام وبالتالي وأجهزة الإيكو، وعندنا طبعا 30 مركز صحي بيتابع موضوع الأورام الثدي، بالمعنى متابعة ضمن عيادة ما يسمى الصحة الإنجابية. فنحن طبعا السيدات هلأ حاليا هذا الشهر، من بداية هذا الشهر الحقيقة في عنا قبول وازدياد في عدد المراجعات بشكل كبير. طبعا الهدف الأساسي طبعا احنا في عياداتنا، عيادات مراكزنا الصحية، تعليم المرأة كيفية الفحص الذاتي، وفي حال وجود أي اشتباه أو أي إشكال بتلحظوا على الثدي، فطبعا المتابعة عنا تحول لمراكزنا التخصصية اللي نحن بنقدر نحقق أو نعطي الخدمات التشخيصية وبالتالي حتى المتابعة الجراحية. حبينا نعمل هيك شيء حلو لكنيستنا وللقاء عنا انه محاضرة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي، ونشكر الله كان كتير الحضور اليوم ملفت وكتير يعني انبسطنا بهالموضوع هذا لتوعية هالناس، توعية امهاتنا واخواتنا بموضوع السرطان كتير منتشر بالبلد. ضروري لكل مرأة سورية موجودة، يعني هنا عم بيهتموا فينا نحن نهتم بحالنا، كل شيء متوافر، كل شيء موجود الحمد لله، وعم بيهتموا فينا بشكل مو معقولة. يعني صف نحن دورنا الايجابي، الايجابي انه عم بيحكي لك شغلات كتير بسيطة بالبيت فيك تعمليها، وبعدين تتصل الى مراكز طبية متوفرة بالشام كلها حتى بكل المحافظات. هذا كتير شغلة مهمة وكتير محاضرة حلوة، الندوة حلوة وبتوعي، وحتى يعني فيها شرح وافي وعرض لحالات سابقة بتخلي الإنسان كل ما شاف أي تبدل بالثدي يعني يلجأ له. بنفس الوقت عم بينوه إنه في كتير مراكز صحية منتشرة بدمشق بمناطق مختلفة، وعم بيشجع إنه لا يروحوا، كلها مجانية يعني الحمد لله. نحن رغم كل هالظروف لا يزال الفحص والعلاج كله مجاني. في كتير عالم بتعرف إنه لازم تفحص دوري، بس في كتير كمان سيدات بدها تذكير مشان الفحص الدوري، وكتير كانت مفيدة وشجعت السيدات إنه يروحوا يفحصوا، لأنه الحقيقة سرطان الثدي إذا كان الكشف عنه كان مبكر كتير بيكون نتائج مضمونة والعلاج ممكن شفاء تام.